بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة في قسم الهندسة المدنية، اليوم نكمل معكم محاضرة جديدة في موضوع تصميم السقف التوي سلاب بطريقة الدايركت ديزاين ميثود. بعد أن تعلمنا مبادئ التوي سلاب، وكذلك أيضا تطرقنا إلى طريقة استخدام دايركت ديزاين ميثود في تصميم التوي سلاب، وتعلمنا كيف نحسب سمك السلاب بهذه الطريقة، وكذلك أيضا محددات هذه الطريقة، أي شروط استخدام هذه الطريقة. كما تعلمون هناك شروط يجب أن تتوفر في السلاب بحيث نستطيع أن نطبق فيها طريقة الدايركت ديزاين ميثود. وكذلك أيضا تعلمنا كما أسلفنا أنه كيف نحسب سمك السلاب باستعمال الكود الـ ACI كود، وكذلك أيضا كيف حساب قيمة المومنت للسلاب. اليوم راح نطبق لكم مثال تصميمي. هذا المثال التصميمي راح شنو نحل به سلاب مثل ما تشوفونه، هذا اللي موجود عندنا، يعني عبارة عن بناية متكاملة راح نصمم بيها، يعني نصمم هذه البناية بطريقة الدايركت ديزاين ميثود بتفصيلي، يعني ناخذ كل البنرات ونحسب سمك السلاب، ومن ثم بعد ذلك نحسب المومنت للبلالات المختلفة، وبعد ذلك نشيك السمك ونشيك المومنت، ومن خلال المومنت نحسب حديد التسليح اللي نحتاجه في السلاب. فنلاحظ بهذا المثال التصميمي ايش عندنا. عندنا بناية متكونة من 9 بلالات، يعني ابتداء من بانل 1، هذا بانل 1 وبانل 2 وبانل 3 الى حد بانل 9. ايش قد الابعاد اللي معطيني اياها؟ عندي البعد مال هذا ايش قد؟ 5 متر، والبعد الثاني 5 وهذا 5. البعد هذا ايش قد؟ عندي 6 وربع، هاي بالنص 5، وعندي هذا 6 وربع متر. فبهاي الحالة احنا ليش اختارينا هاي الابعاد؟ او هي البناية اصلا يعني مصممة على هاي الابعاد بحيث انه تنطبق عليها، يعني تعتبر هاي شنو، تعتبر توي سلاب، وتنطبق عليها طريقة الدائري ديزاين ميثود، لانه احنا عندنا العرض لازم يكون قريب على الطول، يعني هسه عندنا 5 قريب عليه 6 وربع، فمن نقسم الطول على العرض يطلع عندي اكبر او يساوي 2، العفو اقل او يساوي 2. فبهاي الحالة عدي شنو هسه، هاي البناية اللي متكونة من 9 بنالات، الرقم البنالات بيها هذا نسميه بنال 1، وهذا بنال 2، بنال 3، بنال 4، 5، 6، 7، 9، 7، 8، 9، يعني 9 عدي. ونسمي البيم اللي موجود، يعني هسه مثلا هذا اسميه بي 1، اذا سميت هذا بي 1 يعني معناه هذا ايضا شنو، هذا ايضا بي 1. ليش؟ لانه متناظر ويا من الجهة الاخرى، لان هذا طوله 6 وربع، هذا ايضا شنو طوله 6 وربع، وهذا البي 1 هو نفس هذا البي 1. ليش؟ لان هم طوله 6 وربع، وايضا شي يكون اكستيريور بيم. نجي المن هذا اذا سميناه بي 2، هذا ايضا شنو، هذا نسميه بي 2. هسه واحد يقول ليش احنا نسوي نفس التسميه، هو مثلا نسمي هذا بي 1 بي 2 بي 3 الى اخره. مو احنا اذا كثرت التسميات راح تصير عندنا صعوبة بالتمييز ما بين الأرقام مال البيمز، وكذلك أيضا بالنسبة للبيم اللي سواء كان طولي أو عرضي، أو أنه على شكل L section أو T section. فالمتناظرات نحسبها نفس الحساب. فإذا هاي عندي B1 وهاي B2. نجي المن عندي B3 وبي 4. هذا إذا سميناه B3 فهو نفس هذا B3، وهو نفس هذا أيضا B3، وهذا ايضا شنو، هو نفسه البي 3. هذا اذا سميناه بي 4، اذا هذا شنو معناه، هذا ايضا بي 4. زين، هسه نجي المن هاي شنو، البيم اللي هو كانما نقول الطولي. نجي البيم العرضي، خلصنا لحد 4. هذا اذا سميناه بي 5 هو نفسه هذا بي 5، ونفسه هنا ايضا بي 5، وهذا ايضا بي 5. ليش؟ لانه متناظر. نجي بي 6، هذا بي 6 وهذا ايضا بي 6. عندنا بي 7، هذا اذا هذا ايضا بي 7، هذا ايضا بي 7، وهذا ايضا بي 7، لانه شنو، بالتناظر. ليش هسه واحد يقول مثلا بي 7؟
البي 7 واقع شنو بين سبان طوله 6 وربع و5 مو هيك، وطوله هو اصلا ايش قد 5، فهذا نفس الشيء هم واقع بين سبان 5 و6 وربع وايضا طوله شنو 5، فاذا هذا متناظر. البي 8 نفس الشيء واقع على سبان طوله 6 وربع وعرضه 5، وصاير هنا بهاي الجهه واقع بين هذا الاسبان وهذا الاسبان قلنا، وايش قد عرضه اصلا 5 متر، وهو هذا نفسه ايضا بي 8، يعني شنو يتطابق بالمواصفات مالته. اذا سمينا او رقمنا البيمز بحسب ما شنو، بحسب ابعادهن وحسب موقعهن، وشفنا التسميه تشابه بعض الاجزاء. ليش؟ لانه نفس الابعاد تتوفر بها ونفس الاسلاب المقابل لها. يعني شنو لازم البيم اسميه نفس التسميه اذا كان نفس الاسلاب المقابل له، يعني هسه مثلا هذا بي 3 ليش قلنا؟ لان هذا البعد 5 طوله وهذا ايش كثر؟ هم 5. ومنا ايش قد عندي ايش قد بالله هذا؟ هذا قلنا 6 وربع، 6 وربع طوله، هذا هم 6 وربع، والبعد منا انا 5 ب 5، يعني شنو؟ تناظر بالابعاد، تناظر بالابعاد. شنو الابعاد او المعلومات اللي معطيني اياها بالمثال التصميمي؟ قايل عرض البيم ايش كثر؟ 250 ملم. البيم بصورة عامة سواء كان بيم خارجي اكستيريور او داخلي، شنو فرق البيم الاكستيريور عن البيم الانتيريور؟ هسه مثلا هذا البيم 2 او هذا بيم 1 هو يعتبر اكستيريور، بيم 5 يعتبر اكستيريور، بيم 6 اكستيريور، بيم 5 اكستيريور، يعني شنو؟ جميع البيم اللي واقع بالحافات مال السلاب يعتبر اكستيريور. والبيم 3 هسه هذا 3 و8 و7 و4 وهذني كلهن هذني شو يعتبر؟ انتيريور. شنو فرق الاكستيريور عن انتيريور؟ الاكستيريور يكون شكله ال سكشن، ال سكشن، بينما الانتيريور شو يكون؟ تي سكشن. ليش ال سكشن؟ لانه ناخذ جزء من عنده، هسه هذا مثلا ناخذ جزء من عنده اللي هو هذا اللي هو مال من مال بيم، وناخذ جزء من السلاب اللي فوقه هذا، فصار شنو؟ صار شكله شنو؟ ال سكشن. بينما لو جينا هذا الانتيريور بيم، ناخذ جزء البيم اللي موجود بيه اللي هو هذا، وناخذ جزء من هذا السلاب اللي بهاي الجهه، وجزء من السلاب وين اللي صاير بهاي الجهه، فيكون شكله شنو؟ شكله تي سكشن نسميه. اذا السلاب الوسطي شكله تي سكشن، والسلاب الطرفي يكون شكله ال سكشن. فاذا مطين هنا قايل لي عرض البيم 250 وارتفاعه 500 سواء كان ال سكشن او تي سكشن. مطين اللايف لود، اللايف لود طبعا دائما وحداته كنيوتن لكل متر مربع، فمطين اياها 5 كنيوت لكل متر مربع. مطي قيمة الاف برايم سي، هنا مقاومة الكونكريت ما احتاجها مقاومة عالية. ليش؟ لانه تصميم سلاب ما يستوجب، بينما من راح نجهز البري ستريس نلاحظ انه اقل قيمة لمقاومة الكونكريت هي تقريبا 35 واكثر. وكذلك ايضا بالنسبة للحديد الاف واي مالته ايش كثر؟ 400، بينما بالبري ستريس يوصل حتى 1200. فخلي ببالك هاي الارقام لازم شنو؟ لازم تتحسسها تعرفها، يعني وتعرف شو وقت تستخدم هذا الكونكريت وين بيعرض. يعني مثلا اذا طلبت منك انت مثلا كمصمم اريدك تصمم لي سلاب، هو ما تفترض الاف برايم سي 50 او 100 او اكثر، لا يعني 25 كافي. زين الاف واي 400 500 600، بينما بالمرسي تريس لا قلنا يوصل حتى 1200، لان كل شيء له متطلبات تصميميه. مطين الكولوم سايز، وين الكولوم؟ هسه هذا كولوم يعتبر، هذا يعتبر كولوم خارجي، هذا شو يعتبر عندي؟ هذا كولوم داخلي. فكلهن ابعادهن مطيني اياهن 40 في 40 سنتيم، يعني تقريبا نص متر. الجاما مال الكونكريت، كثافه الكونكريت مطيني اياها 24، هي ستاندرد تقريبا 24 كيلونيوتن لكل متر مكعب. الديد لود هنا شو المقصود به؟ هنا الديد لود معناها الفينشنج لود. ليش؟ لانه انا الديد لود عاده منين احسبه؟ احسبه من الحجم مال سلاب، حجم السلاب او مساحه المقطع العرضي باعتبار الدبث مالته واحد، مضروب في كثافه الكونكريت اللي هي 24، يطلع على شنو؟ يطلع على السيلف ويت اللي هو الديد لود. فالسيلف ويت اضيف الى الفينشنج لود اللي هو هذا 0.96 يطلع على الديد لود الكلي. خلوا بالكم هذا الشيء، فرق بين الفينشنج لود والسيلف ويت. بس شنو مجموع السيلف ويت زائد الفينشنج لود هو يعتبر شنو؟ ديد لود. هنا شنو المطلوب عندي؟ يقول لك دو كومبليت ديزاين، يعني شنو تسوي له تصميم متكامل للسلاب هذا باستعمال طريقه شنو؟ طريقه الدايركت ديزاين ميثود. اول خطوه اسويها هنا انه لازم احسب سمك السلاب. ليش؟ لان قلنا انه من ضمن المعايير التصميميه انه لازم اشيك الديفلكشن، الديفلكشن مال من؟
مال السلاب. شلون اشيك الديفليكشن؟ باختيار سمك جيد علما، باختيار سمك جيد علما للسلاب. فلازم شنو احسب؟ اول شيء السمك، اول خطوة اسويها انه احسب سمك السلاب حتى شنو اضمن انه قاومة الديفليكشن اللي راح يصير عندي مستقبلا احتمال وين بالسلاب. زين، لو تلاحظون احنا من اعطيناكم القوانين مال الحساب السلاب، قلنا اذا كان عندي بالبدايه اذا كان عندي سلاب وذ اوت انتيرير بيم، او مثلا اذا كان عندي اكو انتيرير بيم. هسه هنا السلاب بي بيم داخلي وبعاد البيم هواي، يعني ايش كثر مطيني اياها؟ مطيني العرض ماله ربع متر تقريبا، زين، والارتفاع ماله تقريبا نص متر. يعني شنو معناها؟ معناها الالفا راح تطلع مالته عاليه جدا عاليه. الالفا شو يساوي؟ الاي بيم على الاي سلاب. يعني شنو معناها؟ اذا معناها ما ينطبق عليه الحاله الاولى اللي قلنا اذا كان عند سلاب وذ اوت انتيرير بيم. وروح للجدول اللي موجود وين بالاي سي اي كود اللي هو رقم قلنا 95، فاذا ما ينطبق عليه. اذا شنو معناها؟ هذا يعتبر سلاب وذ انتيرير بيم، وتنطبق عليه المعادلات اللي قلنا لكم بيها اللي هي هاي المعادلة إذا كان عندي الألفا أكبر أو يساوي 2، أو تنطبق عليه المعادلة الثانية اللي كان عندي الألفا أقل من 2. زين، بهاي الحالة إذا لازم أطبق أني شنو هاي المعادلة؟ يا معادلة اللي هي H يساوي ال n في 0.8 زائد اف واي على 1400. قلنا هاي إذا كان شنو اف واي؟ بيمن بالكيلو باسكال أو الميجا باسكال. زين، نستخدمها المقامات 1400. وإذا كان عندي بالبي اس اي لازم اقسم على شنو؟ على 200,000. تقسيم 36 زائد 9 بيتا. البيتا قلنا شنو؟ هو يمثل طول الاسبان الكلير على عرض الاسبان الكلير. يعني لازم اطرح من طول اللي هو سنتر تو سنتر، شو اطرح من عنده؟ اطرح من عنده عرض الكولوم، فتطلع لي شنو قيمة البيتا. زين، هذا شنو طبعا يا قانون. هسه لو تلاحظون لو تراجعون محاضراتكم، محاضرات الحساب سمك السلاب، يعتبر القانون الاخير اذا كانت عندي الفا اكبر من 2. زين، هسه واحد يقول زين الالفا ما معلومه عندي، ليش؟ لان هو اصلا الالفا تعتمد بحسابه على من؟ على اتش. ليش؟ لان الالفا شو يساوي؟ ان الاي اوف البيم على الاي اوف السلاب. الاي اوف البيم يعتمد على ابعاد المقطع، فعندي بعد نقص. يعني هسه مثلا اني على سبيل المثال لو كان عندي الال سكشن، هذا الال سكشن، هذا البعد شو يساوي لي؟ هذا يساوي لي سمك السلاب اللي هو الاتش. فاني على مود اطبق هاي المعادله، الالفا ما معلوم عندي، مجهول. يعني شيء يعتمد على شيء؟ يعني الاتش اللي انا اريد احسبه يعتمد على مجهول هو اطبقه وين بمعادله الاتش. فاذا لازم شو اسوي؟ استخدم الفرضيه. استخدم فرضيه. فاقول اول شيء افترض قيمه الالفا اف ام، الالفا اف ام اللي قلنا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا مجموع الالفا مال البيم اللي موجوده بالبنال، اللي هي طبعا اربع قيم للالفا تقسيم اربعه. او اقول انه اخذ معدل الالفا الوسطيه اللي هو باتجاه الاكس اكسس اسميها الفا 1، زائدا معدل الالفا اللي هي الطرفيه مثل ما نقول اللي هي الفا واي، واقسمهن على 2. وبس بالنتيجه هي شنو؟ مجموع الالفا للبيم اللي موجود عندي اللي هن اربعه تقسيم اربعه. ليش؟ لان احتاجها بالقانون مال من؟ مال حساب الاتش. فاذا هنا بما انه الالفا عندي ما معلومه، فافترض ايش كثر؟ يساوي لنا 2. هسه واحد يقول دائما افترض الالفا يساوي 2. لا، مو دائما افترض الالفا اف ام يساوي 2. هنا انا فرضتها يعني حسب خبرتي اني. شلون؟ من شفت اني هذا السلاب بي بيم وسطي، وشفت ابعاد البيم اللي مطيني اياها ابعاد كبيره، يعني 250 يعني ربع متر، وارتفاع ايش كثر؟ نص متر. يعني شنو معناها؟ معناها قيمة المومنت اوف انيرشيا راح تطلع عندي عالية، فبالتأكيد قيمة الألفا راح تطلع عالية. فإذا بهاي الحالة أنا شنو؟ راح أفترض قيمة للألفا اف ام أيضا كبيرة. يعني فرضا أنا لو مطيك سلاب هسه ما بي بيم وسطي، فهنا الألفا ما راح تفترضها تساوي 2، افترضها مثلا تساوي 0.1 هيك، يعني ما افترضها تساوي صفر طبعا. ليش؟ لأنه أنا عندي مثلا اكو طرفي. زين، اذا ما مطيك مثلا بيم طرفي يعني اكستيرير بيم، طبعا الالفا راح يساوي صفر. فمن البدايه نعرف انه قيمه الالفا تساوي صفر، لانه اصلا ما موجود عندي شنو؟ ما موجود عندي بيم. فاذا الالفا هي فرضيه تعتمد على خبرتك انت وفهمك انه شنو الحاله اللي تصير عندي
وحسب المسألة اللي موجودة عندي. فهنا أنا بما أنه عندي بيم والبيم كبير، فأفترض قيمة الألفا كبيرة. فهنا أنا هسه أجي أحسب قيمة السموك، فأخذنا البي 1 والبي 3 والبي 7 والبي 9. ليش أخذنا هنا لأن أربعتهم؟ يعني شنو متشابهات؟ أي طبعا متشابهات. عند البي 1 ايش قد أبعاده؟ 6 وربع بخمسة. نفس الشيء بالبي 3 والبي 9 والبي 7، كلهن أبعادهن 5 عرضهن وارتفاعهن 6 وربع. إذا هذني البيمز هذني مشابهات. مشابهات بيمن بالأبعاد. فقيمة الاتش مالتهن أيضا مشابهة، وكلهن صارت طرفيات هنا. هاي صار طرفي، يعني منها طرفي ومنها طرفي، وأيضا منها طرفي ومنها طرفي، يعني تناظر عندك أكو عندي هنا، أكو عندي تناظر. فإذا ما يحتاج أحسب لكل واحد على حده. هو بالحقيقة لو كانت عنده الأبعاد مختلفة، لا، أجي لكل واحد أحسب له قيمة الاتش، لكل بنال أحسب قيمة الاتش. بس لأنه مشابهات فهنا اختصر لي الحل، فصارت انه قيمة الاتش مشابهة لهذني، فاحسب اتش واحدة بس. قلنا نستخدم هذا القانون اللي هو الان في بوينت زائد اف واي على 1400. الان شو تساوي لنا؟ الان تاخذ اكبر طول بالبنال. يعني لو اجي مثلا البنال 7، ايش قد طوله؟ 6 وربع. ايش قد عرضه؟ 5. يا هو اكبر شيء 6 وربع، فاشتغل على اليمن، اشتغل على 6 وربع. دائما اخذ البعد الاكبر، فلذلك هم سموه الان. بس هو يقول لي الان يعني كلير، انا البعد هنا انا 6 وربع، هو شو يمثل؟ سنتر تو سنتر. لازم شنو اطلع الكلير ديستانس، اللي هي المسافه من هذا الفيس لهذا الفيس، يعني هاي المسافه من هنا لهنا. فش تساوي لي 6 وربع ناقص نص هذا الكولوم ناقص نصف هذا الكولوم، يعني ناقص كولوم اللي هو ايش كثر عرضه؟ 0.4. فاذا 6.25 ناقص 0.2 ناقص 0.2 يعني ناقص 0.4. في البوينت اي زائد اف واي معطيني اياها بالسؤال، تقسيم على 1400 على 36 زائد 9 في البيتا. البيتا قلنا شنو؟ الطول كلير على العرض كلير. الطول عندي 6 وربع ناقص 0.4 طلع لي ال ان. هنا انا ال ان هذا على شنو؟ على البي ان، او البي ان يعني العرض، يعني شنو العرض كلير. فالطول هو 6 وربع ناقص 0.4 اللي هو بعد الكولوم، يعني نص كولوم منها ونص كولوم منها. والعرض اللي هو 5 ناقص نص كولوم منها ونص كولوم منها، طلعت لي قيمة البيتا. طبق القانون تطلع لي قيمة ال H 133 ملم. طبعا هاي انا اخو ما ابقيها نفس الرقم، لان اني من اصمم او من انفذ سمك السلاب، فما قلنا النجار اقول له سوي لي قالب خشب السمك مالته مال الصب يساوي 103، ما موجود هذا الشيء عندي. فلازم اعطيه رقم يعني صحيح، يعني قريب، يعني الاقرب 10 مثلا ما نقول. فال 133 طبعا كبرها، ناخذ دائما الاكبر، فنقربها علما الى 140. اذا نقول له يوز 140. نجي للبي 2 والبي 8. البي 2 والبي 8 ايضا طرفيات صايرات، هم ابعاد نفس الشيء. هذا ايش كثر؟ 5 وهذا 6 وربع وهذا 5 و6 وربع. بما انه ابعاد نفس الشيء، فمن راح اطبق هاي المعادله راح نفس خطوات راح تنحل عندي، فهم يطلع لي نفس الرقم. فيقول لك نفس الرقم راح يطلع عندي، وهم اقول انه الاتش يساوي لنا 140. اجي للبي 4 و6 و5. اجي للبي 4، هاي البي 4 اللي هاي، وهاي الستة وهاي الخمسة. ليش اخذت؟ لانه ابعادهن كلهن 5 ب 5، يعني هذا البعد 5 متر، والعرض ايضا شو يساوي لي؟ هم 5 متر. فاذا عندي 4 وخمسة وستة كلهن شنو؟ متقاربات. زين، فإذا بهاي الحالة راح أطبق عليه المعادلة هنا. الآن شو يساوي لي؟ يساوي لي 5 ناقص 0.4. زين، 5 ناقص 0.4 فيها أيضا 0.8 زائد قيمة الأف واي على 1400. زين، في ألف هنا ضربنا في ألف على مود قبل تحول وحدات إلى مليمتر. تقسيم 36 زائد 9 في قيمة البيتا. هنا شو تساوي البيتا؟ الال ان هو نفسه والبي ان هو نفسه، اللي هو 5 ناقص عرض الكولوم على 5 ناقص عرض الكولوم. فأكيد راح تطلع لي القيمة أقل 111. ال 111 أقربها لمن؟ أقربها لل 120، يعني ناخذ على أقرب 10. زين، هسه اخو كملنا كل البنالات اللي موجوده عندي. هسه واحد يقول احنا هاي المعادله الثالثه اللي طبقناها اذا كانت عندي الفا ان اكبر من 2،
زين، ليش ما طبقت القبل هي اللي هي بين 2 وبين بوينت 1؟ ليش ما طبقتها هي هاي؟ فش نسوي؟ نرجع نشيك بالمعادلة اللي قبلها. ليش؟ لأن باعتبار المعادلة هاي اللي هي بيها المقام 9، فيفترضون شنو؟ قيمة الألفا أكبر أو يساوي 2، فواللي قبلها بين 2 وبين اللي هو بوينت 2. فنرجع نشيك بالمعادلة اللي قبلها باعتبار أنه الألفا هم قريبة للاثنين بيها، فهم أرجع أطبقها. بالحقيقة احنا قلنا لكم بحساب سمك السلاب، قلنا لكم إذا كانت الألفا ان 2 راح تطلع عندي نفس القيمة هاي، يعني هذا يطلع لي 9. شلون؟ لأنه من أعوض ألفا 2 ناقصا بوينت 2 راح يطلع لي 1.8، 1.8 في 5 راح يطلع لي 9، يعني رجعت للمعادلة الأصلية، فراح نفس النتائج راح تطلع عندي بالتأكيد. فإذا من استخدم هاي المعادلة راح تطلع نفس النتائج اللي فوق، وهنا بهاي الحالة لو تلاحظون لاحظ انه نفسها. ليش؟ لانه هاي قلنا 2 ناقص 0.8 يطلع 1 بوينت، 2 ناقص 0.2 يطلع 1.8 في 5 يطلع لي اللي هو هذا الرقم اللي هو 9، فطبقها تطلع لي نفس النتائج. هنا اذا طلع لي 140. وعيد الحسابات على كل البنالات السابقة باستخدام هاي المعادلة، فاشوف انه نفس الارقام راح تطلع عندي. اذا استقريت ثاني على السمك اللي مقداره ايش كثر؟ 140. 140 زين. اني اللي السيفتي بعد اكثر، فور مور سيفتي، ما استخدم 140، راح استخدم 160. هسه واحد يقول هواي يعني زين، لو سويها مثلا 150 يعني فد شيء قريب على ال 140. قل له لا، ال 160 يعني هي تقريبا احنا السمك مال السلاب هو يشتغل مو فقط على الدفلكشن، يعني انا لما اختار سمك للسلاب هو مو فقط يشيك لي الدفلكشن، بعد وراي حسابات ثانية اللي هي شنو؟ حساب المومنت عندي زين، حساب المومنت انه شلون اشيك المومنت، انه هل انه المومنت عندي يشيك لو ما يشيك. فاذا لازم انه شو اسوي؟ يعني افترض انه عندي بعد حسابات اخرى، عندي حسابات اخرى، فازود قيمة السمك مال السلاب ايش قد ما اقدر، بس شنو؟ ضمن المعقول طبعا، حتى مو بس يشيك لي الديفلكشن، يشيك لي بعد حتى المومنت. يعني فرض انا قلت اوكي هسه هذا 140 يشيك لي الديفلكشن، بس لما اروح للمومنت القي مثلا 140 ما يشيك لي المومنت، فلا ارجع مره ثانيه اكبر. فمن البدايه انا اختار قيمه كبيره حتى تشيك الكل وما يحتاج انه اعيد حساباتي. اذا هسه صار عندنا معلوم انه قيمه الاتش يساوي لنا شنو؟ 160 اللي هي اختاريناها. فاذا صار عندي سمك السلاب ايش كثر؟ يعني هذا السلاب اللي هو هيك شيء، صار سمكه ايش كثر؟ يساوي لنا 160. صار سمكه يساوي لنا 160 اللي هي هاي شنو؟ هاي من هنا لهنا، هاي شو تساوي لي؟ 160. هذا يعتبر سمك السلاب. فاذا نريد احسب السيلف ويت، السيلف ويت شو يساوي لنا؟ يساوي جاما في اتش، جاما في اتش، الجاما 24 كيلو نيوتن لكل متر مكعب، في قيمة الـ H اللي هو ساونا 0.16، فطلعت لي شنو؟ 3.84 كنيوتن لكل متر مربع. هذا شنو؟ السيلف ويت. قلنا هذا السيلف ويت مو كافي لحساب الديد لود، لازم اضيف وياه شنو؟ المعطيني اياه بالسؤال اللي هو مسميه ديد لود، بس هو بالحقيقة شنو هو؟ الفينيشنج لود. فانا اضيف الفينيشنج لود للسيلف ويت، طلعت لي شنو؟ طلعت لي قيمة الديد لود. ايش كثر طلعت عندي؟ 4.8 كنيوتن لكل متر مربع. اللايف لود معطيني اياه بالسؤال مقداره 5، اذا اقدر احسب قيمه الدبليو يو يساوي 1.2 في قيمه الديد لود زائد 1.6 في قيمه اللايف لود، فطلعت لي قيمه الدبليو يو. هسه الدور صار عندي معلوم قيمه الاتش، اذا شو اسوي؟ اقدر احسب قيمه الالفا. ليش؟ لان الالفا شو تساوي لنا؟ تساوي لنا اي اوف البيم على الاي اوف السلاب. الاي اوف البيم يحتاج انه ابعاد كامله، فانا هسه مثلا بالنسبه للار سكشن لو تلاحظين هو مش مطيني اياه، مطين العرض مالته 250 بالسؤال، ومطين الارتفاع الكلي مالته 500، بس السمك كان عندي ما معلوم. هسه السمك صار معلوم عندي 160، اذا اقدر احسب شنو قيمه الالفا. فهسه اول شيء اجي للاكستيرير بيمز، الاكستيرير بيم اللي هو بي 1 وبي 2 وبي 5 وبي 6. ليش اشتغل هنا اكستيرير بيمز؟ ليش؟ لانه عندي الاكستيرير بيمز هي كلها متشابهه،
يعني مثلا هذا الاكستيريور بين بي 5 وبي 6 وبي 1 وبي 2، كلها قلنا شكلها شنو؟ كلها على شكل ال سكشن، كلها على شكل ال سكشن. فاجي انا من احسب قيمه الالفا هنا، من احسب قيمه الالفا، فبالنسبه للبي 1 والبي 2 والبي 5 والبي 6 هو نفسه، ليش؟ لان كله على شكل ال سكشن، ماكو فرق بيناتهن، ومطين هو قايل العرض كله على ربع متر، والارتفاع ايش كثر عندي؟ نص متر، والاتش حسبته اني، فاذا اشتغل على الال سكشن. هذا شنو الاكستيريور بيم. ايش بقى عندي مجهول؟ بقى عندي هذا البعد اللي سميناه بي اي، البي افكتيف. البي افكتيف قلنا البي افكتيف شلون احسبه؟ نمد منه انا خط بزاويه 45 هنا، هاي زاويه 45 قلنا، هاي زاويه 45 درجه. تعرفون الزاويه 45 المقابل يساوي المجاور، فالمجاور يا هو الدي اللي هو هذا الدي، شو يساوي لي؟ 500 ناقص 160 طلع لي 340. فاذا هذا 340 هذا البعد شو يساوي لي؟ هم 340. اذا البي اي شو يساوي لي؟ 340 زائد هذا البعد اللي هو شنو؟ 250. اذا عندي 340 زائد 250 طلع لي 590. او قلنا شلون البي احسبه؟ 4 في التي اس زائد البي او في الويب. فالتي اس عندي معلوم 160 زائد البي او في الويب 250 طلع لي 200 890. فاخذ ايهما اصغر؟ اللي هو شنو؟ 590. اذا هذا اشتغل عندي، صار عندي اذا المعلومه 590. وبهاي الحاله كل بقيه الابعاد صارت عندي معلومه. اجي احسب شنو؟ احسب قيمه الواي بار. الواي بار شو يساوي لنا؟ مساحه هذا المستطيل الاول في السنترويد مالته زائد مساحه المستطيل الثاني في السنترويد مالته تقسيم مجموع المساحتين. المستطيل الاول شنو ابعاده؟ 590 في 160 في السنترويد مالته، اعتبر اخذ الداتم هذا هنا صاير، ف 160 في 160 تقسيم 2، يعني 160 تربيع على 2 من السنترويد اللي هو 160 على 2، زائد اجل المستطيل الجوي اللي هو شو يساوي لنا؟ 340 في 250 في السنترويد لحد هذا الداتم اللي شو يساوي 340 تقسيم 2 زائد 160 تقسيم مجموع المساحتين، يطلع لي 198.45. يعني وين صاير هذا؟ اللي صاير منا لهنا، هذا الواي بار، هذا يمثل لي الواي بار. ليش؟ لان اخذناه منين؟ من فوق، واقدر احسبه من جوه، بس انا حسبته بعد من الاعلى، ما عندي مشكله. هسه احسب شنو؟ المومنت اوف انرشي. اجي هم اول شيء لالوان الواحد، فايش يساوي؟ نقارن بي اتش تكعيب على 12، 590 في 160 تكعيب على 12، زائد الاي في الدي سكوير، الاي هي 590 في 160، دي سكوير هو المسافة من الواي بار إلى السنترويد مال المستطيل اللي جاي يشتغل عليه. السنترويد جت قيمته 160 تقسيم 2 اللي هو 80 ناقص الواي بار، أو الواي بار ناقص 80 لأن هو كله راح يتربع، يعني حتى لو طلع سالب عندي راح يتحول إلى موجب. فهذا هاي القيمة، زائدا المستطيل الجوي اللي هم نفس الشيء، بي اتش تكعيب على 12، 250 في 340 تكعيب على 12، زائدا الاي في الدي سكوير، الاريا اللي هو 250 في 340 في السنترويد اللي هو قلنا يساوي لنا الواي بار ناقص 333 اللي هو شنو؟ اللي هو المسافه من السنتر مال هذا الجسم المن الى الداتم، اللي هو شو يساوي لنا؟ يساوي لنا نص هذا اللي هو 340 على 2 زائدا 160 تطلع لي هاي 330. فطلعت لي الاي اوف البي مال من مال السكشن. طبعا هذا لكل هذن القيم مال بي 1 مال بي 2 مال بي 5 ومال بي 6. زين هسه اذا على مود احسب الالفا، الالفا شنو قانونها؟ الالفا قلنا يساوي لنا اي اوف البيم على شنو؟ اي اوف السلاب، يعني المومنت اوف انرشيا مال بيم على المومنت اوف انرشيا مال من مال السلاب. فايش بقى عندي؟ انه احسب المومنت اوف انرشيا مال السلاب. المومنت اوف انرشيا مال السلاب شو يساوي لي؟ يساوي لي البي في اتش تكعيب على 12. لو نلاحظ هسه مثلا هذا عندي سلاب، هذا عندي انا هذا الال سكشن، اكو سلاب مقابل اليه هنا، سلاب مقابل اليه هسه بعد ما يرسم المشكله هنا، هذا السلاب المقابل اليه. فايش اسوي؟ اخذ نص السلاب المقابل اليه، نص طوله ضبط، نص طول السلاب المقابل اليه. فلو نلاحظ هسه احنا عندنا يا بيم ويا بيم، عندنا بي 1 و 2 و 5 و 6،
أروح ليهم. واحد هذا واحد واثنين زين وخمسة وستة زين. هسا أجي المن للبي وان، البي وان هذا البي وان. طبعا الاي اس مال البي 1 تختلف عن الاي اس مال من مال بي 5. ليش؟ لان قلنا راح ناخذ منتصف السلاب المقابل اليه، نص السلاب المقابل للبي 1 ايش قد طوله؟ عندي 5 متر تقسيم 2، بينما لو اجي للبي 5 اخذ نص طوله ايش كثر عندي؟ 6 وربع تقسيم 2. فهذا الفرق. يعني صحيح هو المومنت اوف انيرشيا مال بي 1 هو نفس المومنت اوف انيرشيا مال البي 5، لكن من اريد احسب الاي سلاب مال البي 1 راح يختلف عن الاي سلاب مال من مال بي 5. ليش؟ لان قلنا ناخذ نصف الطول. زين الاي اس هو شنو قانونه؟ يساوي لنا هم بي اتش تكعيب على 12. البي هو شنو يمثل لي؟ يمثل لي منتصف الطول، يعني هسه هذا طوله مو 5، اذا البي شو يساوي لي؟ 2.5، يعني 2500 ملم. في الاتش هسه بنرجع للشكل حتى تصير عندكم واضحه هنا. فهذا هذا عندي، احنا مو قلنا اخذنا نصف طوله؟ نصف الطوله هو شو يساوي؟ يساوي لنا 5 متر تقسيم 2. في الاتش مالته هو شو يمثل؟ الاتش يمثل سمك السلاب. هذا الاتش هو شو يمثل؟ يمثل سمك السلاب اللي هو ايش كثر؟ حسبناه 160 تكعيب. فطلعت الاي سلاب مال من؟ مال بي 1 وبي 2 فقط. فبهاي الحالة أقدر أحسب الألفا مال بي 1 ومال بي 2، أقسم الأي بي على الأي سلاب طلعت لي 4.47. أجي للبي 5 وبي 6، قلنا البي 5 وبي 6 طول السلاب المقابل لها مو 5، 6 وربع. نرجع للرسم مرة ثانية، هذا بي 5 وهذا بي 6، فمنتصف الطول السلاب المقابل هو 6 وربع تقسيم 2، 6 وربع تقسيم 2، يعني يختلف هنا أنا عندي. فإذا طوله ايش كثر؟ 6 وربع. هذا 6 وربع، 6 وربع تقسيم 2 في التي اس تكعيب اللي هو 160 تكعيب على 12 طلع الاي سلاب. بعدين احسب الالفا مال بي 5 ومال بي 6 هم الاي بي مع الاي سلاب طلع لي 3.58. لو تلاحظون قيم الالفا جاي تطلع عند شنو؟ اكبر من 2، يعني فرضيته بالبدايه شنو؟ صحيحه. من فرضت انه قيمه الالفا 2، ليش؟ لان طلعت عندي هسه الالفا من جاي احسبها ايش كثر؟ اكبر من 2، اذا فرضيتي بالبدايه صحيح. هسه الدور خلصت الاكستيريور بيم، اجي الدور الانتيريور بيم اللي هو شنو؟ اللي هو البي 3 وبي 4 وبي 7 وبي 8، كلهن هذن يعتبر شنو؟ انتيريور بيم. نرجع للشكل، قلنا هذا 3 يعتبر انتيريور، هذا 3، بي 8 يعتبر انتيريور، 7 يعتبر انتيريور، هاي البي 4 3 و7 وثمانية، هن نفسها مكررات. فشنو شكل الانتيرير؟ قلنا يصير على شكل تي سكشن، يصير على شكل تي سكشن. العرض مالته البي هو بنفسه 250 اللي مطيني اياه بالسؤال، وارتفاعها 500 اللي هو قلنا 340 160. بس بقى عندي شلون احسب البي افكتيف؟ هاي البي اي، البي افكتيف قلنا هم نمد خط هنا بزاويه 45 وخط من هنا بزاويه 45، المجاور اللي هو الدي يساوي 340 نفسه، يعني هاي هم 340، هاي هم 340 وهاي هم 340. ايش بقى عندي؟ بقى عند البعد بالنص اللي هو شو يمثل؟ يمثل البي اي، البي ويب، العفو البي ويب اللي هو 250. اذا ايش اقول؟ اذا يساوي 2 في الدي اللي هو 2 في 340 زائدا هاي زائدا 250 اللي هو هاي هنا، طلع لي 930. او قانون ثاني اللي هو 8 تي اس زائد بي ويب طلع لي 1530، ايهما اصغر؟ اخذ يا هو هذا اللي هو 930، اشتغل على 930. هم احسب الواي بار هنا نفس الطريقه، مساحه هذا في السنترويد ما تزال مساحه هذا في السنترويد، تقسيم مجموع المساحتين طلعت لي شنو؟ الواي بار 170. خلينا نشوف والله منين ماخذه. ايضا ماخذه من هذا الداتا من الاعلى، اقدر انا احسبه من الاسفل بس هو مشتغل من الاعلى. واحسب المومنت اوف انيرشيا مالته نفس الطريقه، هم بي اتش تكعيب للمستطيل هذا في بي اتش تكعيب على 12 زائد اي دي سكوير زائد المستطيل الجوي هم بي اتش تكعيب على 12 زائد اي في دي سكوير، طلعت للاي اوف البيم. هسه نجي للبي 3 وبي 4 احسب له الاي سلاب، ولازم اروح للرسم لانه لازم اشوف شنو. البي 3
والبي 4. هاي ايش اسوي؟ بما انه هذا يعتبر بيم وسطي، ايش اسوي؟ اخذ نص السلاب المقابل له من هاي الجهه ونص السلاب المقابل له من هاي الجهه. فايش قد ابعاد هذا الني؟ هنا يبين نص من هذا يعني نص الخمسه منه ونص الخمسه منه، يعني نص الخمسه ونص الخمسه يعني خمسه. اوكي، فاذا بهاي الحاله الاي سلاب هنا شو يساوي لي؟ شوف نص خمسه يعني هاي شنو؟ كانما خمسه زائد خمسه على اثنين، يعني نص من هاي الجهه ونص من هاي الجهه. فنص ونص يعني يطلع كل هالخمسه، باعتبار ناخذها بالملم طلعت لي 5000 ملم. في الاتش اللي هو تكعيب على 12 طلعت الاي سلاب. احسب دور الالفا اللي هو اي اوف البيم على الاي اوف السلاب. اجي للبي 7 وبي 8، هم لازم اروح للرسم لانه اريد اشوف البيم المقابل اليه. هذا البي 7 وهذا البي 8 هذني، فاهم؟ اخذ نص من هنا، نص المقابل اليه منا اللي هو شنو؟ 6 وربع تقسيم 2، ونص البيم المقابل اليه من هاي الجهه اللي شو يساوي؟ 5 على 2. اذا 6 وربع تقسيم 2 زائد 5 تقسيم 2. هسه لو تلاحظون هنا ايش كثر اخذه؟ شوف 5 تقسيم 2 زائد 6 وربع تقسيم 2، يعني نص الخمسه زائد النص 6 وربع طلع الاي سلاب. فمن هاي الدور احسب قيمه الالفا اللي هو اي اوف البيم على الاي سلاب، طلعت 2.3، هم اكبر من 2 يعني هم فرضيته صحيحه. هسه صار معلوم عندي جميع قيم الالفا، فايش اسوي؟ ارجع ارسم السلاب كله اللي هو البناء اللي عندي، اعوض قيم الالفا. مثلا هنا الفا بي 5 طلعت لي 3.58، وهنا نفسها 3.58، وهنا ايضا 3.58 الى اخره. كل هاي عوضها، هنا هاي تعتبر خارجيه، هنا البي 1 4.47 زين، وعندي شنو البقيه ايضا 4.47. راح احسب انه قيمه شنو؟ قيمه الالفا 1 اللي هو يساوي لنا الفا اكس اللي هو الفا 1 الفا مال هذا اللي هو 3.58 زائد 2.35 تقسيم 2. هاي الالفا 1 اللي هي نفسها الالفا اكس، يعني الالفا 1 هي شو تمثل؟ تمثل الالفا الافقيه، يعني هاي الالفا زائد هاي الالفا تقسيم 2 طلعت لي الفا 1. الالفا العموديه اللي هي الفا واي شو تساوي؟ تساوي هاي الالفا زائد هاي الالفا تقسيم 2 زين، فطلعت لي الفا 1 والفا 2. بعدين احسب لنا قيمه الالفا. وبهاي الحاله ننهي محاضرتنا لهنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.